السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحق، حديث اليوم ما له علاقة بالسيارات، له علاقة بالشوارع اللي تمشي عليها السيارات. أحبيت أشارككم بخاطرة بسيطة وأتمنى أنكم توجدوا معايا حل لهذا الأمر. من فترة اشتريت بسكليتة وعاهدت نفسي أنه كل يوم سبت إن شاء الله في الصباح حطلع أعمل شوية رياضة، وبالفعل كل يوم سبت صرت أخرج أنا وعبد الحق لوحدنا من غير أي حد معانا، ونستمتع ونفكر ونخطط ليومنا ولأسبوعنا، ونستمتع بالجبال والتلال اللي حوالينا، وفي الشتاء يكون الجو رائع وشوية خضار وأشياء زي كده. في طريقي في شارع طوله حوالي 5 كيلومتر رايح وراجع، بينهم جزيرة، مسافة ما بين الشارع الرايح والراجع تقريبا حوالي 15 متر. بدأت ألاحظ أنه الفراغ اللي بين الشارعين بدأ يمتلي أسبوع عن أسبوع بالمخلفات والردميات من المقاولين اللي بيرموا مخلفاتهم في هذيك المنطقة. ومع مرور الوقت، ولأنه المكان فرعي ما هو في وسط المدينة، أصبح المكان مليء بالمخلفات، والمكان الهادئ والنظيف اللي أنا كنت أمشي فيه أصبح كأنه مكب نفايات. فالمقاولين أو عمال البناء للأسف أصبحوا يرموا المخلفات هناك من غير أي ضمير، فقط عشان ما يقطع مسافة إلى مكب البلدية المخصص عشان يرمي الأشياء هذه هناك. حتى صارت محلات البناشر والإطارات ترمي التالف والقديم من الإطارات الموجودة عندها في الشارع دون أي اهتمام. وياريت البعض يرمي في الأراضي الفاضية، بل صار يرمي في الشارع مباشرة. حتى المطاعم صارت للأسف ترمي بقايا الطعام وكميات هائلة من الزجاج والقوارير بدون ما تراجع نفسها في الأذية اللي حتسبب فيها لإنسان أو حيوان. حتى الصبات الإسمنتية الفائضة عن الحاجة يلا ارمي، حجارة طرعت عندنا في الأرض يلا ارمي. ففي المنطقة هذه حتلاقي أي شيء تحتاجه، حتى لو حبيت تتروش أو تدخل حمام فحتلاقي كل شيء موجود هناك. يعني والله شيء يحرق القلب، عشان الواحد مننا أو المقاول ما ينقل النفايات هذه 20-30 كيلو خارج المدينة يكبها في مكبات الخاصة فيها اللي تحددها البلدية وتحددها الدولة. لا، يلا ارمي في أي مكان بس لأنه ما في أحد شايفني. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق، مو بسد الطريق بالأذى. اللي خلاني أعمل هذه الحلقة أنه من حوالي 2 أو 3 أسابيع وأنا ماشي في هداك الشارع بدأت ألاحظ أنه في شاحنات وشيولات بدأت تشيل الأتربة والأوساخ والردميات والحجارة والحمامات هذه كلها والإطارات، تأخذها من المكان وتليس وتنظف المكان هذا. بعدين انتبهت أنه البلدية هي اللي بتقوم بهذا الأمر، وقلت خليني بحسبة بسيطة أشوف كم يكلف هذا الأمر بغض النظر عن المدينة اللي أنا فيها. أنا عايش في جدة، يمكن أنت في مصر، في العراق، في الأردن، في المغرب، في أي مكان، كم يكلف حاجة زي هذه؟ فحسب طول الشارع 5 كيلومتر ب4 قلابات في العرض، تقريبا كل قلاب حوالي 4 متر أو 5 متر، وهكذا إلى نهاية 5 كيلومتر طلع معايا حوالي 4000 قلاب أو 4000 شاحنة. هذا اللي في وسط الشارع فقط، ناهيك عن الطرف اليمين والطرف اليسار من الشارع اللي أصبح مزبلة. فحطيت رقم متواضع لل5 كيلومتر، 6000 شاحنة حتحتاج أني أنا أشيل الردمية اللي هي ما بين الشارعين واللي على الأطراف اليمين واليسار. أنا ما عندي خبرة لا في المقاولات ولا في إزالة الأتربة ولا الردميات ولا أي شيء، فاستشرت بعض المقاولين، مسكت التليفون واتصلت ببعض أصحابي اللي عندهم شركات واللي عندهم حتى أفراد يشتغلوا هذا الشغل، وسألتهم كم يكلف لو استأجرت شاحنة وجرافة أو بلدوزر عشان أشيل 100 شاحنة أو ردمية بس عشان أعرف التكلفة. فوصلت لتكلفة عجيبة، متوسط 25,000 ريال عشان أشيل 100 ردمية، يعني 6000 شاحنة اللي حتشيل الردميات هذه حتكلف تقريبا ما بين ديزل، ما بين عمال، ما بين روحة وجية، حتكلف تقريبا حوالي 1.5 مليون ريال، واللي ما يعرف إيش هو الريال السعودي نتكلم على 400,000 دولار. 1.5 مليون ريال بتصرفها أمانة المدينة أو بلدية المدينة أو الدولة على إزالة مخلفات قام برميها ناس مهملين. وبعدين نتساءل ليش البلدية ما تقوم بإنارة شوارع معينة أو بصيانة أرصفة معينة أو أن الشوارع فيها حفر، لأنه الميزانية بتروح بأشياء تانية. يعني إحنا نذمر ونطالب بحقوقنا وبنفس الوقت ننسى الأمور اللي ديننا أمر فيها. 1.5 مليون ريال تأكل كم عائلة محتاجة؟ هذا الإهمال وهذا الهدر وهذه الأذية إلى متى؟ في أمان الله.